معنا الآن على الهاتف السيد أبو إبراهيم الحمصي. تحياتي لك أخي أبو إبراهيم. الله يعطيك العافية للمستمعين والمشاهدين. الله يبارك فيك، حياك الله. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم أستاذي. يعني في دقائق نريد أن نتعرف، كنت معتقل سابق في سجون الأسد، إذا حدثنا عن تجربتك في السجن بشكل سريع لو سمحت. بداية بتمنى الإفراج عن كل المساجين، لأنه هو السجن اللي ما وجد في الأرض كله مثل سجون الأسد. أتمنى الإفراج عن كل المعتقلين في كل أنحاء العالم وخاصة في سوريا. آمين يا رب. آمين. الشيء المهم والفظيع في الأمر، أنت الاعتقال لا يشكل شيء الاعتقال، أما تغييبك عن أهلك هذا هو الاعتقال بحد ذاته، وسماع صوت النساء والأطفال للتعذيب وهو هذا أهم من الاعتقال تبعك، لأنه أنت بتنسى نفسك الاعتقال. أما طريقة الاعتقال وكيفية الاعتقال بشكل عشوائي بسبب أو بدون سبب، بتهمي أو بدون تهمي، أيا كانت، المهم أنك تعتقل حتى لو لك نظرة خاطفة أنه أنت ما نت موالي للنظام أو للظلم بالأحرى. يعني نعم. بدك تكون قاتل أو تعتقل. نرجع الاعتقال. بداية دخلت الاعتقال أنا إمتى؟ أول ما بمشوك فوق جثث. إمتى؟ إمتى؟ إمتى أخي أبو إبراهيم؟ قبل 2016 تماما. 2016 أنت تم نعم. الاعتقال. نعم نعم. والتهمة بلا تهمة، بداية لا توجه لك التهمة، بداية توجهوا فيه مباشرة على الأمن السياسي. في الأمن السياسي تم التعذيب والتعنيف طبعا إلي بالمنفردات، طبعا ما بتشوف الضوء نهائيا، وبأبشع طرق التعنيف والتعذيب، هو عبارة عن شبح وتعليق في السقف، بس أظافر رجليك تحت أو أصابعك الكبيرة. هذا صار معك أنت؟ نعم. بنرجع بعد الاعتقال 3 أشهر في السياسية، حولونا على الجوية بحمص كمان 60 يوم، وبعدين رجعنا على الأمن العسكري في حمص كمان التعنيف والتعذيب، طبعا كله منفردات، أو تسمع أصوات التعذيب، كهرباء وصوت ريح وكل أنواع التعذيب. إذا بضل أشهر أحكي على التعذيب وطريقة التعذيب والتعنيف ما فيني أوصف يعني بصراحة. أتمنى الإفراج عن ما تقني. 2، بعد المنة توجهوا فينا إلى الرباعية في حمص. وما أدراك ما الرباعية؟ الرباعية هي عبارة عن مجموعة ضباط من كل الفروع، طبعا 4 فروع، هي رباعية 4 فروع للأمن. كل فرع إذا خلص من فرع بيجيك الفرع الثاني، طبعا كلهم قاعدين في نفس الغرفة، بدو إياك هذا الفرع ما بدو إياك الفرع الثاني بدو إياك. المهم بالأخير يتوجهوا فينا إلى الشرطة العسكرية. وما أدراك ما الشرطة العسكرية؟ طيب. تحول بعد الشرطة العسكرية إلى دمشق، هذا الحكي بحمص. من حمص إلى الشام، طبعا الشرطة العسكرية في الشام 4 أيام كمان نفس الشيء، اعتقال جماعي هنيك، العالم بتنام فوق بعضها وكله بالضبط، مناظر يقشعر لها الأبدان، بدون أكل بدون شرب. طبعا كانوا أصدقائنا هو بالاعتقال هون اللي كانوا يجيبون الأكل، هني الجرابيع أو الجرزان ما يسموه الجرزان، كانوا يجيبون الخبز يسرقوه من عند العناصر ويجيبونه لحتى نقدر ناكل. طيب. طبعا لا في طبابي ولا في عناية ولا في أي مقومات الحياة، لا غسيل ولا نظافة، طبعا كل شيء فيه حشرات وجراثيم على أجسادك وأجساد زملائك. نعم. بعد المنة توجهوا فينا من الشرطة العسكرية في الشام إلى مطار المزة. نعم. بمطار المزة شيء لا يوصف، طبعا كله هذا تحت الأرض، اعتقالات من عناصر لا ما بتعرف مين هن، يعني لا بتعرفوا روسي ولا بتعرفوا ايراني ولا بتعرفوا يعني ما عنصر من بلدك، يعني اللي كانوا عم يشرفوا على اعتقالكم ما كان يحكوا عربي مثلا، اللي يعني حقق معك بيحكي معك عربي. طبعا انا من ضمن، انت مطمش، انت عيونك ما بتطص نهائيا. نعم. عباره عن الجواب، وانت بالظبط طبعا انت عباره معرف خالص، ما احيانا يكون لابس كيلوت فقط، اما البقيه كله بالمعرة خالص، ومشان يهينك ويخوفك اكثر بالتحقيق بيمشيك فوق الجثث مشان ايش تخاف اكثر لحتى تقدر تعطي معلومه اكثر. نعم نعم. بعد المنه طبعا جابونا من مطار المزي، طبعا
مجموعة من الشباب وجينا على القضاء العسكري في الشام بحكم أني أنا عسكري يعني. جابونا على القضاء العسكري، القضاء العسكري التقى فيه القاضي قال أنت تهمتك كذا وكذا وكذا. صحيح الحكي؟ أنا بريء من هالحكي. عنفوك عذبوك؟ قلت له عذبوني كثير. قال على كل حال نحن آسفين على اعتقالك وهذه التهم كلها تطلعت كذب وباطلة ونعتذر منك على الاعتقال هذا. بس أولادك اعتقلناهم، واحد كان طبعا عسكري، اثنين عساكر اني كانوا بس اعتقلوا، والله هلا الله معك يعني نحن بدنا نعتذر منك وعوضيتك ما فيك ترجع، وانت مجرد من حقوقك العسكرية والمدنية خالص ودبر حالك. وهذا قد ايه استمرت معك المدة؟ هاي سنتين ونص. هذا سنتين ونص لحتى اكتشفوا انه انت ما لك علاقة ورغم هيك تم تجريده. طيب الان اخي ابراهيم الحمد لله على سلامتك، الحمد لله رب العالمين انك حر كريم ولم تخضع لهم، الحمد لله رب العالمين. هلا هذا القانون اللي اسمه قانون قيصر، طبعا يعني انت اكيد ما رايته ما شاء الله بحمص وحماه والشام بمختلف فروع، اكيد كان منهم في ناس لهم علاقة ربما هم من هذه الصور، تعتقد انه مثل هذا القانون سيساهم في تحقيق القصاص للشهداء؟ أنا ما عندي شك إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي يحقق القصاص، أما أنا حسب طبعا رأيي أنا ونظرتي للموضوع ما بدنا حد يضحك علينا بدماء الشهداء، وهدول الشهداء لازم نحن ننصفهم، نحن فينا نقول الله ياخذ لهم حقهم في الدنيا والآخرة. آمين. أما إنه يجي حد هلأ بعد 10 سنوات لحتى يطالع قانون لهالشكل لحتى يركب القانون على كيفه فضفاض وهالدماء، هاي تروح أهالية موجودة أطفالهم أيتامهم نساء أراملهم أمهاتهم أبهاتهم لحد الآن مغيبين، لسه في لسه هدول جزء بسيط من الناس اللي استشهدوا وماتوا واعتقلوا أو عزبوا. نحن بدنا يوم ما لا، هذا القانون ما بظن ينصفهم ولا رح ولا في شيء ولا في قانون في الكون بينصف لا المعتقلين ولا المغيبين ولا الشهداء نهائيا، ما أظن. طيب. أتمنى ذلك بس ما بظن، لأنه القانون مفصل على كيف النظام وأعوانه، ولو بدهم هني نفسهم اللي طالعوا القانون كانوا نفذوه من زمان، وأتمنى برجع بقول أتمنى أنه ينصفهم. طيب أخي أبو إبراهيم، أنت لما طلعت بالسلام الحمد لله رب العالمين، شو كنت يعني وشفت ناس لسات عم تفكر بأنه لا والله هاي مؤامرة أو النظام ما هو حق وأنه في ناس عم تخرب وعم تحاول أنه، وأنت شفت هاي المشاهد؟ نعم. هدول شو بتقول الرسالة هدول؟ أنا هدول اللي عندهم تخدير في مخهم واللي عندهم تنويم إن كان مغناطيسي أو تنويم هو لضميره وإنسانيته ودينه أيا كان ديانة العالم طبعا بدون تفرقة، خليه نايم، وهذا ما بدنا إياه في وجوده لأنه هذا ما هو إنسان. اللي بيرضى لنفسه بيرضى للناس، إذا كان بيرضى لنفسه الإنسان هذا يرضى، أما هدول الناس بقول لهم كلمة واحدة، أتمنى ترجع الصحوة إليكم مثل ما هلق في درعا والسويدة، وأتمنى هالحراك يرد يرجع سلمي طبعا، نحن ما لنا مع الدم ايا كان، ما لنا مع الدم. يرجع الحراك السلمي ويتغير الظالم والظلم وكل واحد ياخذ قصاصه في الدنيا والاخره، لانه هدول الى مزبله التاريخ وكل انسان يسجل التاريخ طبعا، وهذا الشهيد سجل تاريخه في دمه هو، اما هذا القاتل سجل تاريخه في عمله بس. نعم. طيب انت بيوم من الايام اخي ابو ابراهيم راح تسامح؟ انا ما بسامح صراحة. طيب وإذا قال لك بدنا نعمل سلم أهلي وترجع الأمور يعني خلص؟ نعم. يعني بدنا نتعايش يعني وراح نضل. نعم. أنا عندي رأيي طبعا، هذا ما بي ما هو رأي الناس ولا بقدر أفرضه على الناس، أنا عندي رأيي بالموضوع أتمنى. نعم. ذلك يعني. نعم. أنا رأيي وقت اللي بيكون فيها الشيء هذا والكل كل أطياف المجتمع الموجود في سوريا خارج نطاق الاحتلالات، نعم أيا كانت، بس كانوا متفقين على المحاسبة العادلة. نعم. أنا مع الإذن، لأنه الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرجع على مكة بعد أن أخرجوه شو قال؟ اذهبوا فأنتم قال اذهبوا أنتم انطلقاء. نعم. نعم نعم.
طيب نعم. نحن منقول الكلام هذا، بس أنا إذا بدي أمشي بالشارع وشوف نفس اللي كان عم يلدعني بالكهرباء أو حاططني على بساط الريح أو معلقني في السماء مشابحني أو عم يعذبني أو عم يهيني بديني أو بعرضي أو عمله كذا، أنا عندي 45 شهيد من عائلتي، أنا 45 شهيد من عائلتي، أنا هذا إذا بدي أشوفه لهذا القاتل نفسه إسا حاطط فرضه على جانب وباروته معه ماشي بالشارع وعساس انتهت القصة في سوريا وانتهينا ورجع الأمور سلم، أنا كيف بدي أسامحه لهذا وكيف بدي أتركه؟ معلش إذا الدولة والعالم كله ما أخذ حق دم هالشهداء هذول أو حاسبه كيف بدي أسامحه أنا؟ صحيح أخي أبو إبراهيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجبر بخاطرك ويجبر بكسرك وجميع المكسرين، وكما ذكرت أنت يعني عدالة الله سبحانه وتعالى التي يمكن ما نستوعبها نحن الآن ولا نتخيل كيف ستكون، بإذن الله سبحانه وتعالى هي التي ستشفي صدور وقلوب قوم مؤمنين. أشكرك شكرا جزيلا أخي أبو إبراهيم الحمصي، حياك الله سيدي.